إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن الإنسان بطبعه يسرع إلى تحمل المسؤولية ولا يتباطأ عن ذلك، رغم علمه بثقل المسؤولية وخطر الحمل، ومع ذلك يقدم. وإن المخلوقات العظيمة عُرِضَت عليها الأمانة فخافت ووجِلَت وتقاعصَت وترددَت، ولكن الإنسان أقدم رغم علمه، ولكن المسؤولية لابد منها في بعض الأوقات. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. ورغم أن الإنسان يعلم أنه سيُسأل وأن أعماله ستُعرض على الله وأنه مرئيٌ يراه الله، يراه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتُعرض عليه الأعمال وتُعرض على المؤمنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمهما أخفى الإنسان من أعماله فإنها لابد أن تظهر، فإن كانت خيرا فرح بها، وإن كانت على خلاف ذلك كان الخسران المبين، وكانت الفضيحة على رؤوس الأشهاد عياذا بالله تعالى. وعلى المؤمن أن يعلم أن أمانته لا ترتبط بجانب واحد، لكن أعظم أنواع الأمانة هي التكاليف الشرعية، وهي الأصل في الأمانة. ولكن في كل شأن من شؤون الإنسان هو مؤتمن، حتى تجاه البشر أو الحجر أو الشجر أو أي شيء يتعلق به، وكل إنسان فهو مسترعى فيما هو فيه في موقعه، مهما كان في نظر نفسه وضيعاً أو كان في نظر نفسه عالياً، فإنه في موضع مسؤولية، والله تعالى قد استرعاه في ذلك الموضع أن يكون أميناً عليه وسيسأله عنه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالأمير راع في الناس ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لا يتحمل مسؤولية شأن معين فعليه أن يتراجع، فإن في قوله تعالى:
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، إشارة إلى الإنسان ألا يقدم على الموضع الذي يخاف منه. ومن أعظم المسؤوليات أولئك الذي وكلوا بأحوال الناس وخدمة الناس والرقابة على أحوالهم، فأولئك مسؤوليتهم عظيمة، فعليهم ألا يخلوا بها. وإذا علم الإنسان من نفسه عدم القدرة على القيام بنوع من المسؤولية فليس له أن يتحملها، لا يجوز له ذلك، وإن كان في نفسه خيراً وإن كان في نفسه أميناً. إذا لم يعلم أنه يقدر على حفظ الأمانة، فأبو ذر من خيار خلق الله عز وجل بعد الرسل والأنبياء، فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله استعملني. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الكل إنسان يقدر على ذلك. القضية ليست قضية صلاح، وإنما ربما تكون قضية مواهب وإمكانيات، قد توجد عند أقل الناس صلاحاً فيضيع، وقد لا توجد عند أحسن الناس صلاحاً فيضيعها لعدم قدرته على القيام بها. ولذلك من سئلها ولم يسألها، يعني من طلب إلى الإمارة أو إلى موضع المسؤولية ولم يسألها أعين عليها، ومن طلبها وسألها وكل إليها. على العبد أن يتقاعس عن ذلك. أولئك الذين يضيعون الأمانات، كيف؟ الذين يقومون على خدمة الناس وأحوالهم ثم يأخذون الرشوة يطلبونها، أو أنهم يقبلونها ولم يطلبوها، أو أن من الناس من هو أسوأ منهم. أولئك الذين لهم مصالح كبيرة يريدون أن يمرروها، وربما يكون أحد أولئك الموظفين إنساناً أميناً، فيستمرون في عرض الرشاوى ومن خلال الضغوطات المختلفة حتى يتحول إلى إنسان فاسد مثلهم فيمرر مصالحهم، فهم شركاء له وهو شريك لهم. ألا يعلم هؤلاء أن الذي يقبل الرشوة ملعون؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فيدخل في ماله ما يفسده ويفسد نفسه وأهله وعياله. وقد حرم الله عز وجل على الجنة أولئك الذين، أو قال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فبالإضافة إلى أفساده ماله، يفسد بيته وحياته ويفسد آخرة من يطعمهم من ذلك المال. وإن تضييع الأمانة من شر الأمور التي تؤدي إلى الفتن العامة، بل إنها من فتن آخر الزمان ومن علامات الساعة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، وكيف تضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فبالرغم أن هنالك من الناس من هو فاسد
فإنه ينبغي أن يكافأ الإنسان الصالح الذي يصبر على تلك الضغوطات وتلك المغريات. الإنسان الأمين هو في مكان عال عند الله عز وجل. الرسل كل واحد منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين. فالأمانة من أهم صفات المرسلين. رسولنا عليه الصلاة والسلام وقبل أن يرسل إليه ويبعث إليه كان من أبرز صفاته عند الناس أنه الصادق الأمين. وذلك الرجل أحد الثلاثة الذين آووا إلى الغار عندما اشتد عليهم المطر فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا لندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا. فدعا أحدهم ببره لوالديه، ودعا آخر بعفته التامة عن الزنا، ودعا الثالث بأنه كان له أجير وله عليه فرق من ذرة فلم يقبله وخرج. قال فزرعته فثمرته حتى كان منه بقر ورعيها. فرجع الرجل وقال يا فلان أعطني حقي، فقال خذ هذا كله لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك. فساقه فلم يبق منه شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أن يتذكر الإنسان أنه إذا كان في موضع ولاية سواء كانت عظمى أو متوسطة أو في أقل أحوال الولاية فإنه مسؤول. وقال صلى الله عليه وسلم من ولاه الله أمر ولاية على المسلمين فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرمه الله على الجنة. أمر خطير. فعلى المسلم أن يتذكر الأمانة، أمانة الأبوين على تربية أولادهم، أمانة المعلمين على تعليم وتربية طلابهم، أمانة الجندي في موضع ثغره الذي وضع فيه أن لا يدخل من خلاله، أمانة الموظف أن يقوم بما وجب عليه سواء كان موظفا عاما أم موظفا خاصا فهو يأخذ أجرا مقابل ما يعمل، أمانة أقل شيء وكل ما يكون الإنسان فيه من موقع أن يقوم به. أرعى الأمانة لا أخون أمانتي إن الخاؤون عن الطريق الأنكبي. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسجد الأقصى وأهله يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، ووفق ولي أمرنا عبد الله بن حسين وولي عهده، وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.